أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب، الجزء الأولاني من الليكتشر بتاعتنا النهاردة اتكلم على ماثماتيكال موديلنج فور سمول كومبانيز اور سمول فاكتوريز. مجمل الكلام اللي أنا قلته بيتلخص في الآتي: رقم واحد، إنك تحدد الريفينيو فانكشن، ودي سهلة جدا لأن كل اللي أنت بتعمله بتضرب البرايسز في النمبر أوف يونتس either produced purchased sold، هو prices times number of units، هو أسعار في عدد وحدات. يبقى إذن أول حاجة بجيب revenue function. رقم اتنين بجيب total cost function. إزاي بجيب total cost function؟ بوجد fixed cost زائد variable cost. طب إيه الفرق بينهم؟ fixed cost it's a lump sum، هو قيمة إجمالية، مبلغ إجمالي لا يرتبط بعدد الوحدات اللي انت هتنتجها، سواء انتجت ما انتجتش هتدفع المبلغ ده. طيب ايه هو الفاريابل كوست؟ الفاريابل كوست هي المبالغ اللي هي او الفلوس المرتبطة ارتباط مباشر بالوحدات اللي انت هتنتجها او اللي انت هتبيعها. طيب التوتال كوست هو مجموعهم هم الاثنين. البروفيت فانكشن بجيبها ازاي؟ هي الفرق بين الريفينيو فانكشن والتوتال كوست فانكشن. انا وقفت عند البريك ايفن. البريك ايفن اناليسز انا بقدر اجيبه هو جزء من البلاننج ستادي لاي بروجكت انت ناوي تقوم بيه. طيب البريك ايفن ده سيمبلي بجيبه ازاي؟ بكل بساطة بجيب البروفيت فانكشن وخليه equal to zero، يعني بحط P of X equal to zero، profit function equal to zero، otherwise التوتال كوست فانكشن تساوي الريفينيو فانكشن، يبقى دالة التكاليف بتساوي دالة الدخل، التوتال فانكشن تساوي الريفينيو فانكشن. مجرد ما بحط two functions دول in front of each other أقدر أطلع الـ unknown variable اللي هو بيحسب لي القيم بتاعتي أو اللي بيعمل لي القيمة بتاعت الـ break even. المسألة اللي جاية دي بتعالج النقطة دي partially. هنا بيقول لك إيه: an enterprising college student has decided to purchase a local car wash business. في طالب في الجامعة قرر إنه يفتح مشروع مع مبلغ، هيعمل إيه؟ هيشتري البروجكت بتاعه ده. The purchase cost is 150,000 US dollars. يبقى هيشتري المشروع بتاعه ده ب 150,000. هو هيغسل عربيات، هيجيب مكنة يغسل بيها السيارات. المكنة بتاعت الغسيل دي تمنها 150,000. بيكمل بيقول: car washes will be priced at 5.5 dollars per car. يبقى إذن price، انت سمعت هنا priced، يبقى دوت price يعني إذن the revenue function هتساوي 5.5 times x. هو هيغسل العربية بخمسة ونص دولار، يبقى خمسة ونص في x. And the variable cost including soup, water, labor, whatever، يعني التكاليف المتغيرة المرتبطة بالصابون والمية والعمالة وخلافه، هتبقى واحد ونص بير كار، هيبقى واحد ونص دولارز بير كار. يبقى العربية هيغسلها بخمسة، هي بتقف عليه تكلفة الشغل بواحد ونص دولار. How many cars must be washed in order to recover the 150 اللي هو البرشيز برايس بتاع المكنة بتاعته؟ طبعا كان ممكن اقول لك how many cars must be washed in order to break even، الاثنين حاجة واحدة. معايا امنية متابعاني؟ معايا محمود؟ الامور تمام؟ على فكرة مواضيع المكان بتاع غسيل السيارات احنا عندنا في مصر محلات كتيرة قوي مفتوحة انك تدخل فيه كار كير، دخل فيه العربية ويقعد يغسلها، ده بيبقى غالي قوي برا. لكن الحاجة الاكثر شيوعا برا ان في مكنه بتبقى مثلا بطول العربيه. المكنه دي حاجه بسيطه قوي، عباره عن فريم حديد راكب عليه سيرتن تايب اوف ميكانيزم، متوصل بيه تانكات ميه وصابون وهواء، يعني في كومبريسور قوي جدا. انا كل اللي انا بعمله، يعني حتى كان زمان يبقى مثلا حاجه طويله كده تخش بيها العربيه تتغسل، لا ده مجرد انا راكب عربيتي اهو بقفل الازاز اروح داخل في الفريم ده، يعني داخل في الحاجه عامله زي التان ده كده تحتيها،
مجرد ما ادخل جوه التندة دي بين خطين على الارض على طول هي تروح زقلة زي دش كده، يروح مفتوح على العربية بقوة مية محترمة، بعدين يروح نازل حاجة تانية فيها صابون ترش العربية كلها تغرقها لك صابون، بعدين المدافع بتاعة المية تروح نازلة تاني مفتوحة على العربية من فوق لتحت، بعدين يروح منشفها ببلور ضخم قوي جدا هواء وانت راكب جوه العربيه بتاعتك، سواء كانت دايره او انت بطلتها الدقيقتين ثلاثه دول. القصه اللي انا بحكي لك فيها دي هي دي اللي ب 5.5 دولار. عشان تيجي بقى حد يغسل لك عربيه ويقعد يلمع لك فيها ومسح لك ومش عارف ايه، بتوصل ثمن الغسله دي ل 30 دولار، 40 دولار، which is a lot of money بالنسبه للامريكان. يعني الامريكان الفرد الامريكي عشان يغسل عربيته ب 40 دولار او ده مبلغ خزعبلي يعني، عشان بقى تتلمع ومش عارف ايه والكلام ده، لان الليبر كوست عاليه جدا في امريكا يعني. لكن الغسله اللي انا بحكي لك عليها دي انه انت ماشي تروح يا دوبك داخل تحت التندة كده دقيقتين العربيه طلعت نظيفه، ما تاخدش يعني اقل من 5 دقايق. اوكي يا شباب، يبقى اذا المكنه دي ب 150 الف، ده فيكسد كوست دايركت، هو هيشتريها هيدفع 150 الف دولار، غسلت ما غسلتش، دفعت ما دفعتش، هو دفع 150 الف دولار. نكمل، هيبيع ب 5.5، يبقى الريفينيو فانكشن، ريفينيو فانكشن هتساوي 5.5 بير كار، يبقى 5.5 تايمز اكس. معايا محمد يا وائل؟ ويبقى الاكس المره دي هو النمبر اوف كارز ووشت. يبقى اذا عدد العربيات اللي اتغسلت هتبقى اكس، او اللي هتتغسل ليه اكس، يبقى الريفينيو هيساوي 5.5 تايمز اكس. طب الفاريبل كوست دي عباره عن ايه؟ 1.5 اكس، لان كل عربيه تتكلف 1.5. يبقى اذا انا جبت الفيكسد كوست 150,000، فاريبل كوست 1.5 اكس، يبقى اذا التوتال كوست هتساوي 1.5 اكس بلس ال 150,000، يبقى انا كده جبت توتال كوست. لو جيت ابص على الريفينيو فانكشن، كل عربيه بعد ما تتغسل ب 5.5، يبقى اذا على طول اقدر اجيب البروفيت فانكشن. بروفيت فانكشن هتساوي ايه؟ هتساوي الريفينيو ماينس التوتال كوست، يبقى 5.5 اكس ماينس التوتال كوست، التوتال كوست اللي هي 1.5 اكس بلس 150، يبقى 5.5 ناقص 1.5 بيساوي 4 دولار. الكلام ده شيل منهم ال 150,000، انت كده جبت البروفيت فانكشن. لو انت عايز تو بريك ايفن، يعني تعرف تغسل كام عربيه عشان تلم فلوسك، خد القيمه بتاعت البروفيت سويها بزيرو، يبقى 4x ماينس 150,000 بيساوي زيرو. يبقى 4x ماينس 150,000 بيساوي زيرو، يبقى 4x بيساوي 150,000. يبقى دي معناها ان الاكس هتساوي 150,000 ديفايدد باي 4، يعني يدي لك 37,500 كارز، يبقى 37,500 عربيه. يبقى الراجل ده مبدئيا لازم يغسل 37,500 عربية عشان يلم فلوسه الاستثمار بتاعه، بعد كده يكسب. تمام يا شباب، حضراتكم تابعيني؟ تمام تمام يا دكتور. تمام، حلو قوي. البريك ايفن بابليشر اكزامبل ده برضو ظريف قوي، هي انتروديوس ليك المارجنال بروفيت او المارجنال كوست كونسبت. هنا بيقول ا بابليشر هاز فيكسد كوست اوف 250,000، انت عارف ان ده اف سي فيكسد كوست على طول. بيقول associated with the production of a college mathematics books the contribution of revenue and fixed cost اللي هو marginal profit. هو هنا مدي لك بقى مساهمة الريفينيو والفيكسد كوست in the profit function is 6.25. يعني ايه الكلام ده؟ كل كتاب من الكتب بيصفي 6.25 دولارز، ده المكسب بتاعك. بيقول determine the number of books which must be sold in order to break even. يبقى إذن ببساطة خالص أنا عارف إن الفيكسد كوست 250,000 والمارجنال بتاعك بيساوي 6.25، يبقى 6.25x ده اللي هو الريفينيو ماينس الفاريبل كوست، يبقى على طول البروفيت فانكشن هتساوي الريفينيو ماينس التوتال كوست، يعني 6.25x ماينس 250,000. طب أنا لو عايز أعمل بريك إيفن أخد القيمة دي وأخليها تساوي زيرو، لما أخد 6.25x بيساوي 250,000 يدي لك 40,000 بوكس. يبقى انت محتاج ان انت تبيع 40,000 كتاب عشان تلم التكلفة بتاعتك.
راح الراجل مكمل قال لك what is the expected profit if 50,000 books are sold. لو انت قدرت تبيع 50,000 يبقى انا بكل بساطه هرجع على البروفيت فانكشن بتاعتي اشيل الاكس واحط 50,000. لما اعمل كده هيبقى 625 تايمز ال 50,000 ماينس 250 يبقى اذا على طول لما بعمل سبستيتيوشن ده يبقى انا هكسب 62,500 دولار. شباب متابعيني؟ اي مشاكل مع اي حد؟ لا يا دكتور تمام. تمام حلو قوي. انزل معايا انا هتكلم على موضوع غاية في الاهمية دلوقت. الموضوع ده هو نهاية الفصل الاولاني بتاع الماثماتيكال موديلينج ان جنرال اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. زينب المايك بتاعك اشتغل ولا لسه برضو؟ واسراء ايه الوضع؟ لا اشتغل. طيب هو حلوة. كان معلق في الاول وبعد كده دلوقتي اشتغل. طيب تابعيني علشان ممكن احاول اديلك درجة تحسن شوية الموضوع بتاعك، وكذلك بالنسبة لإسراء لأن إسراء برضو درجتها مش كويسة خالص بيتهيألي كده. Just a second. ممكن أسأل حاجة ولا بخلص؟ إسراء زي ما أنا قلت بالنسبة ليك يا زينب أنا هديلك درجات الأسايمنتس والبارتيسيبيشن هتساعدك شوية بالنسبة للسمستر وورك. لو انت لغاية المحاضرة اللي جاية سألتك أكتر من مرة ولقيت دماغك حاضر معايا تمام هحط لك درجة كويسة بالنسبة لدرجة الميدتيرم بتاعك. فاهمين يا زينب كلامي واضح؟ تمام مش سيئة. تابعيني بقى كويس. حاضر. بص among plenty of mathematical application in economics stop. شباب انت لو فهمني كويس جدا ومتابعني هتلاحظ ان الجزء اللي انا قطعته لغاية ما انا واقف دلوقتي في الليكتشر بتاعت النهاردة كله direct application على equation in one variable or more than one variable كلهم linear. يعني أكني بناقشك في الفصل رقم واحد في الجزء بتاع الألجبرا. أنت عندك معادلة واحدة موجود فيها variable واحد power one أو أكتر من variable power one وجست أنك أنت بتعمل substitution. كمان انت شفت الكيسز بتاعت لو انا عندي equation بسويها بزيرو زي مثلا لما انا بسوي profit function بتساوي زيرو وانت بتفايند the number of units produced or producted or rented or number of hours or number of miles. يعني كأنك بتحل معادلة في مجهول. اللي انا هشوفه دلوقتي الديبريشيشن موديل هو direct application على الستريت لاين equation، هو تطبيق مباشر على علاقة الخط المستقيم. شابتر نمبر 2 اللي احنا درسناه وانت امتحنت فيه الاسبوع اللي فات امبارح. يعني شابتر 2 بيتكلم على الديبريشيشن موديل او نموذج الاهلاك. يعني ايه ديبريشيشن موديل؟ الديبريشيشن موديل سمبلي هو بيمثل الفاليو اوف ا ماشين اوف اور ا يونت versus time of use في مقابل الوقت بتاع الاستخدام. العلاقة بتاعتك بصلها كويس قوي y بيساوي mx زائد k. تاني y بيساوي mx زائد k بس بدل ما انا بحطها y بيساوي mx زائد k يا إسراء اللي هي العلاقة بتاعت straight line equation اللي انت امتحنتي فيها المفترض امبارح أنا كتبه V of T بدل Y of X بيساوي MT بدل ما كنت بكتب MX زائد K بس أنا كتبها V node. فيبقى اللي موجود قدامك ده it's a linear equation أو straight line equation representing the value of a machine or of a certain item versus the time of use. التي هنا stand for the time of use of this machine or unit or car or whatever. معايا محمود؟ معايا محمد يا وائل؟ طيب الام دي، الام دي اللي هي مين؟ الام دي هي rate of depreciation يعني معدل الاهلاك.
معدل الإهلاك ده معناه خلي بالك الـ value by which the original value will decrease with the time of use. يعني ده القيمة اللي الـ value بتاعت الماشين or whatever will drop against the time of use. ما هو انت هناك كنت بتاخد الـ M اللي هو الـ slope اللي هو الـ rate of change. هنا بيظهر عندك الـ M اللي هو الـ rate of decrease أو اللي هو ما يطلق عليه الـ rate of depreciation أو الـ depreciation rate. طبعاً الـ T stand for الـ usage time. الـ V node ده الـ value of a machine جديدة. طيب أنا هعمل إيه؟ أول حاجة read the problem scenario. لو أنا مدي لك مسألة تقراها. رقم 2 determine the price of a machine new. حدد قيمة المكنة جديدة. Determine whether the machine is fully depreciated or it will have a salvage value. حدد المكنة بتاعتك دي هيتم استخدامها لغاية لما تبقى fully depreciated، يعني هيتم استخدامها لغاية لما ما يبقى لهاش أي قيمة وتضطر ان انت ترميها، ولا هتدنها تستخدم لغاية لما سعرها ينخفض وتبيعها بسعر بفلوس، زي قصة العربية اللي أنا كنت بكلم محمد وائل عليها. أنا بشتريها بعاش بخمستاشر ألف وهبيعها سالفج فاليو، والديبريشيشن فاليو بتاعتها هتبقى 4500، يعني هشتريها بخمستاشر وهيبقى السالفج فاليو قيمة التخريد بتاعها قيمة إعادة بيعها 4500. في ناس تانية ممكن يجيب العربية بخمستاشر ألف ده يستهلكها لغاية لما تبقى مش جنك، أبيس أوف جنك، هيرميها في الشارع أو هيرميها خلاص مش تنفع تشتغل تاني. تعال نشوف مسألة. هنا بيقول لك this will give you the following summarized data. لما تقرأ المسألة كويس هيدي لك two points. البوينت نمبر 1 هي عبارة عن ال T node وهو الـ usage time، الـ time بتاع الاستخدام بتاع المعدة بتاعتك. V node ده الـ value of the machine، قيمتها وهي جديدة. الـ TF الـ usage time after you use it، بعد ما استخدمت الماشين أو المكنة دي، ده وقت الاستخدام. الـ VF ده الـ value of the machine أو الـ salvage value. طيب تعالى كده هستخدم الـ relation دي. لو أنت واخد بالك من العلاقة دي، أيوة العلاقة دي أنت شفتها فين؟ شفتها في شابتر 2. كان شكلها عامل إزاي؟ كانت y minus y1 على x minus x1 بيساوي y2 minus y1 على x2 minus x1. دي علاقة straight line اللي هو كان v minus v node على t minus t node. الكلام ده بيساوي v final minus v node على t final minus t node. ال v final يعني القيمة النهائية للماشين بتاعتك أو العربية بتاعتك أو whatever، وال t final التايم اللي انت استخدمتها خلال فترة الاستخدام بتاعتك. طبعا مجرد ان انا اضبط الايكويشن دي which is an equation of a straight line اقدر احصل على طول على الديبريشيشن ريت واقدر اطلع العلاقة بتاعتي. لو انتوا فاهميني علاقة الاهلاك وفاهمين الستريت لاين، يا ترى سؤال يعني اللي هيجاوبني عليه هيبقى راجل كويس قوي، يا ترى الديبريشيشن موديل ده increasing relationship ولا decrease، I'm sorry، يا ترى direct relationship ولا indirect relationship؟ حد يعرف؟ direct يا دكتور، يعني كل direct يعني كل ما انت تستخدمها اكتر كل ما سعرها يزيد اكتر. لا يا دكتور، يل يبقى indirect. يبقى لازم العلاقة بتاعت الديبريشيشن دي تبقى indirect relationship، لأن كل ما زمن الاستخدام هيزيد كل ما الـ value of the machine هتقل أو القيمة بتقل. لو أنا بشتري تلفزيون كل ما استخدمه أكتر كل ما سعره هينزل أكتر، لما بشتري عربية كل ما استخدمها أكتر كل ما سعرها ينزل أكتر. يبقى خلي بالك ان الديبريشيشن موديل هي علاقة indirect، كل ما time of use يزيد كل ما الفاليو will drop. تعال نشوف مسألة.
هنا بيقول لك new machine price is 80,000. مكنة جديدة 88,000. The machine will be fully depreciated after 6 years. أنا فهمت إيه لما أقول the machine will be fully depreciated after 6 years. يبقى أنا فهمت إيه؟ فهمت إنها بعد 6 سنين لن تصلح لشيء، تترمي في الزبالة. ده معنى كلمة fully depreciated. It will end at the junk. It will be a junk. أو trash bin. بيقول determine the value time function controlling this machine and evaluate the price after 4 years. حدد لي ال value time function بتاعت المكنة دي بتاعت أو depreciation model بتاع المشين. أول بوينت يا زينب هعملها بدون أدنى مجهود إن هو قال لي هنا إنها new machine price is 80,000. الخمس ست كلمات دول يخلوني أعرف إن ال V node بيساوي 80,000 وإن time of use بيساوي zero. أهي usage time بيساوي zero لأنه قال لي the value of a machine, the new machine price is 80,000. new يعني ما اشتغلتش، يبقى إذن التايم بتاعها بيساوي زيرو، قيمتها 80,000. It will be fully depreciated after 6 years. يعني بعد 6 سنين هيبقى سعرها بيساوي زيرو. معايا مش زينب؟ أيوه حضرتك. يبقى أنا كده عندي 2 points. أقدر دلوقتي إن أنا أعمل equation بتاعت الستريت لاين. تعرفي تقوليها لي؟ V minus V node على T minus T node بيساوي V final minus V node على T final minus T node. بالضبط زي الإيكويشن بتاعت الستريت لاين بتاعت الامتحان اللي الناس امتحنته. يبقى أنا على طول هروح داخل كاتب هو V minus V node على T minus T node بيساوي V final minus V node على T final minus T node. هرجع على الأرقام اللي أنا كاتبها فوق الـ 80,000 هكتب تحتيها V node والزيرو ده T node. طيب الـ V final هتبقى بزيرو والـ T final بـ6. أروح على substitution، يبقى V minus 80,000 على T minus 0. ونفس الكلام كمان شوية، هروح أشيل الـ V node وحط مكانها 0 واشيل التي نود واحط مكانها الزيرو واحط الفي اف احط مكانها زيرو والتي اف احط مكانها 6. اصبح ده القانون بتاعي، يبقى في ماينس 80,000 على تي ماينس زيرو. الكلام ده بيساوي زيرو ماينس 80,000 على 6 ماينس زيرو. لما اعمل كده هيديني ماينس 80,000 على 6، ماينس 80,000 على 6 اللي هو ماينس 13.3333. هروح ضرب cross multiplication يبقى ال value دي times t واخد ال negative 80,000 from the left hand side I will move it to the right hand side. اصبحت دي relation بتاعتي اهي. مش زينب انت شايفة relation اللي مكتوبة قدامك؟ v بيساوي minus 13,333 plus 80,000. معايا زينب شايفاها؟ اه. طيب هي الـ 80,000 دي يعني ايه؟ الـ 80,000 دي ايه؟ الـ price of the machine new. طيب تقدر تقولي لي ده بقى سؤال هتاخد عليه درجات. تقدر تقولي لي الـ negative 13333.33 هو عبارة عن ايه؟ بيعبر عن ايه؟ الرقم ده عبارة عن ايه؟ ده دكتور تقريبا بيبقى الإهلاك خلال الأربع سنين. إيه؟ الإهلاك بتاع الماشين خلال الأربع سنين. لا الرقم ده أولا زينب، بس عشان أنا عايز أديها درجة. يا ترى يا زينب أنت فاهمة إيه سالب 13,333 ده؟ نقى ليه؟ مش إحنا من شوية اتكلمنا وقلنا إن العلاقة بتاعت الخط بتاعي ده شكلها V بيساوي M T زائد V node، وإن الـ M دي اسمها الـ rate of change
او الريت اوف ديبريشيشن او ديبريشيشن ريت، يعني معدل الاهلاك، يعني النسبه اللي السعر هينزل بيها كل سنه من الاستخدام. يبقى انا لما اجي ابص بعد ما طبقت وحاولت ان انا اوصل للعلاقه اللي حضرتك شايفاها دي، يبقى الماينس 13333.33 دي هي عباره عن الديبريشيشن ريت، يعني معدل الاهلاك. يعني ايه تاني يا زينب؟ يعني كل سنه سعر الاساسي بتاع العربيه بتاعتك دي او المكنه دي هينخفض ب 13333. يعني لو انت استخدمت سنة يبقى 80,000 ناقص 13,333. طب لو استخدمت المكنة دي سنتين هيبقى 80,000 ناقص 13,300 في 2 لانك استخدمتها سنتين. لو 3 سنين يبقى في 3، لو 4 سنين يبقى في 4، وده اللي هو بيسألك عليه تحتيها. بيقول لك لو انا استخدمتها 4 سنين هيبقى تمنها كام؟ هروح شايل التي دي وحطت مكانها 4، ويبقى البرايس اوف ذا ماشين هيبقى 26667. حضرتك معايا؟ طب ليه استفسار؟ يا ترى الفاليو دي بعد وقت قد ايه تساوي صفر؟ يعني الفاليو بتاعت المكنه دي ممكن تساوي زيرو امتى؟ تعمليها ازاي؟ أقولها لك بأسلوب تاني. Determine the time that the value of the machine will equal to zero. بعد زمن قد إيه قيمة المكنة دي تساوي صفر؟ تعمليها منين أو تجيبيها منين؟ أشيل ال VT. أيوة. وأحط مكانها زيرو. لو شلت ال VT وحطيتي زيرو هيطلع لك ال value of T اللي هو بالضبط المطلوب. طيب تفتكري لما أشيل V of T وحط زيرو ازاي اطلع قيمة T؟ تعرفي؟ او هعملها كأنها equation، هودي ال T الناحية التانية بعدين هعملها divide. اوكي ماشي الحال، ماشي يا زين. طيب المسألة اللي بعديها هنا بيقول a new forklift machine will be purchased by. قبل ما نقل، في اي حد عنده مشكلة في المسألة دي؟ I'm sorry أنا نقلت بسرعة، بس هل في أي حد عنده أي مشاكل في المسألة دي؟ قول يا محمود. يعني أنا دكتور جبت معدل الإهلاك السنوي لما أسبت الرقم اللي هو طلع لي اللي هو 13.33 على 80,000؟ لا، معدل الإهلاك السنوي هو 13,333 ده. تمام. لكن بعد 4 سنين يصبح ثمنها 26,667. تمام. انت فاهمني يا محمود؟ محمود مش حاسس انك فاهمني. محمود انا بشتري العربية دي، او خلينا نتكلم على العربية. العربية دي انا شريت 80,000 جديدة من المصنع ما اشتغلتش. كل سنة استخدام، كل سنة استخدام سعر العربية دي هينزل ب 13,333. فاهم يا محمود؟ تمام. يبقى معدل هبوط السعر، اطفي النور، يبقى معدل الاستهلاك بتاعي هو 13,333. يبقى العربية دي لما استهلكها سنة هيبقى 80,000، شيل منهم 13,333. أما استهلكها سنتين يبقى 80,000، شيل منهم 26,666. معايا يا ولدي؟ تمام يا دكتور. طيب بعد 4 سنين يبقى تمنها كام؟ بعد 5 سنين يبقى تمنها كام؟ ده الهدف من الديبريشيشن موديل. لو أنا قاعد دلوقتي بفكر إن أنا هشتري معدة جديدة، وليكن هشتري معدة وينش مثلا، الوينش ده هيستخدم انه ينزل اغراض، انا هأجره. الوينش ده تمنه مثلا 100,000 جنيه. الطبيعي ان سعره بينخفض 20,000 جنيه كل سنة. يبقى انا كده عرفت الديبريشيشن موديل بتاعه. فهمني؟ يبقى كأسيت اشتغل معايا سنة هيتباع ب 80,000، اشتغل معايا سنتين
هيتباع ب60,000، اشتغل معايا 3 سنين هيتباع ب40,000، معايا يا ولدي؟ اه يا دكتور. وهكذا. يبقى اذا الريت الديبريشيشن ريت هو الرقم اللي حضرتك شايفني هشاور عليه دلوقت اهو، ده الديبريشيشن ريت. طبعا العلاقه دي ان دايركت ريليشن شيب يا محمود، لان الفاليو اوف ذا ماشين بتقل مع وقت الاستخدام، معايا يا ولدي؟ المكنة اي شيء تشتريه جديد كل ما تستخدمه اكتر كل ما سعره ايه اللي يحصل فيه، يحصل فيه دروب اكتر. ويبقى اذا لو انا عايز اعرف السعر في اي لحظة اشيل التي وعوض. تعال انت بقى حل معايا المسألة اللي بعديه. تمام. بيقول هنا انيو فوركليفت. الفوركليفت ده اللي هو الونش اللي بتلاقيه له زي حتتين حديد كده، بيستخدم في اللودينج والابلودينج بتاع التراكس، يعني بحمل بيه وبنزل بيه البضاعة من على عربيات النقل الكبيرة. فهنا بيقول a new forklift machine will be purchased by 300,000 EGB. هشتري ونش من دول ب300,000 جديد. بيقول لك the solve، على فكرة كلمة ان هو will be purchased by 300,000 و new يعني ده معناه ان time of use بيساوي 0 والvalue ب300,000. يبقى انا كده جبت ال first point. بيقول the salvage value after being used for 8 years will be 48,000. فهمت ايه يا حودة؟ ان بعد ما تستخدمه 8 سنين ثمنه هيبقى 48,000. يبقى اذا ده معناه ان انا عندي 2 points دول، وهو جديد ثمنه 300,000، لما يشتغل 8 سنين هيتباع ب 48,000. طيب تقدر تجيب لي الديبريشيشن موديل او الديبريشيشن ريت؟ اه. هعمل ايه؟ هطبق له ناقص في ماينس في نود تي ماينس تي نود وهكذا. انا بقى لو مكانك اعمل ايه؟ زي شابتر 2 بالظبط، هروح طالع هنا كاتب تي 0 في 0 بعدين تي اف في اف واروح جاي معوض في القانون ده. V minus V node على T minus T node بيساوي VF minus V node على TF minus T node. أعمل substitution في ده. مجرد ما أعمل substitution ده يعني إذن هشيل ال V final أحط مكانها 48,000، هشيل ال V node أحط 300,000، T final ب 8، T node بيساوي 0 واروح جايب القيم بنفس الأسلوب، يبقى على طول ألف تجيب الفي، يبقى الفي هتساوي minus 31500 تي زائد 300,000. لما أجي أسأل بقى الديبريشيشن ريت بكام يا زياد؟ يا ترى مستر زياد موجود معنا؟ طيب مستر أدهم، لما أسأل مستر أدهم أقول له minus 31500 دول ريبريزنت مين؟ دول عبارة عن إيه؟ minus 31500 الرقم ده معناه الديبريشيشن ريت. كل سنة التلتمائة ألف هيقلوا بمعدل 31,500. معايا إسراء؟ طب حضرتك بعد سنتين تعرفي تقولي لي قيمة الفي بكام؟ المفروض إن هنشيل اللي هو الايت وهنخليها تو. أنهي ايت؟ فين الـ اللي هي فوق ال فين الـ يعني بدل 8 سنين هنخليها سنتين، هنحسبها سنتين. شايفة ولا شايفة القانون اللي انا مشاور عليه دلوقتي؟ اوكي حضرتك فاهمها؟ اه. طب هي ايه 300,000 دول؟ تمن الونش جديد. الونش جديد. طيب ده تمنه جديد. طيب الماينس 31500 الرقم ده عبارة عن ايه؟ الديبريشيشن ريت. طيب لما انا اقول لك سعر الونش بعد سنتين تطلعيه ازاي؟ طب مش احنا مطلعين ده بال بعد 8 سنين؟ لا، احنا عندنا معلومة ان بعد 8 سنين هيبقى السعر ب 48,000. بعد 8 سنين هيبقى سعره 48,000. انا بقى سؤالي بعد سنتين هيبقى السعر كام؟
يبقى القانون اللي حضرتك شايفاه ده اللي هو الفاليو اللي بتساوي -31500 تايمز تي، اشيل التي دي، شايفه التي اللي انا مشاور عليها، واحط مكانها 2. اوكي، يبقى الفاليو بعد سنتين هتساوي -31500 تايمز 2 زائد 300000، يطلع السعر الجديد. طب سعرها بعد 4 سنين يبقى بكام؟ هنشيل بقى التي نحط 4. طيب امتى الفاليو تبقى بزيرو؟ يبقى فولي ديبريشيتد. ياخد وقت قد ايه عشان يبقى فولي ديبريشيتد الفاليو بصفر؟ ما هو كلمه فولي ديبريشيتد يعني الفاليو بتساوي زيرو، صح كده؟ طيب اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه عشان اعرف الزمن اللي هيبقى قدامه الفاليو بتساوي صفر؟ انا دلوقتي المفروض ان نقسم سعر الماشين اللي هي 300000 على الديبريشن اللي احنا جايبينه للسنه الواحده اللي هو 31500، هيطلع بقى تقريبا مش عارف بكام. مظبوط، مظبوط يا محمود. فعلا انا لو عايز اطلع، لو عايز اعرف بعد زمن قد ايه، لو عايز اعرف بعد زمن قد ايه الفاليو هتساوي صفر يعني فولي ديبريشيتد، اجي على نفس المساله اللي انت شايفاها، نفس القانون اللي انت شايفاه ده، احط الفي بتساوي زيرو. معايا اسراء؟ يعني ايه الفاليو بتساوي زيرو؟ يعني معناها ان قيمه المكنه دي بقت بتساوي صفر، ما ينفعش تعملي بيها حاجه، ما حدش هياخدها منك، هترميها. طيب اعمل الحركه دي ازاي؟ هشيل الفي اوف تي دي احط مكانها زيرو، ويبقى ده معناه ان 300000 هيروح to the left hand side، وتقسم التو سايدز على 31500، هيدي لك الزمن اللي بعديه الفاليو بتساوي صفر اهي. يعني بقى لو انت استخدمتي الفورك ليفت ده 9.5 سنين هيبقى الفاليو بتاعته بتساوي صفر، مش هيبقى له 8. فهمتيني؟ فهماني ولا بتفكري؟ لا فهم. فهمني وات ميك سنس، دي نقطه مهمه قوي، لان لو انت فهماها وميك سنس يبقى تعرفي تحليها لوحدك. انزل معايا، ده الاكسرسايز نمبر 1. خليكم معايا اقل من ثانيه، just a second please. ليك معايا ثانيه. اتفتح لك assignment دلوقتي على الشابتر ده. معايا شباب؟ ده assignment بتاعت الشابتر اللي احنا موجودين فيه. مطلوب انك تحل اول 4 مسائل. problem number 1, problem number 2, problem number 3 and problem number 4. تحلهم وتو submitted on this assignment. اتفتح في الوقت الراهن. لو انت عندك late assignments لو سمحت حلهم وخلوهم في PDF واحد وحطهم فيه مع الassignment ده، مش عايز دكتور. كل شوية ايه فندم؟ انا assignment بتاع 1 و 2 و 3 و 4 حطهم كلهم في اللي هو بتاع 3 بتاع drift. ما ولا يهمك ماشي. انا دلوقتي بقى بتكلم لو في حاجة فاتت في اللي فاتهم، يعني في حاجة فاتت من حد يبعتهولي مع الassignment ده، يحاول يخلصه ويبعته مع بعض. تعال نقرأ كده المسألة رقم 1. هنا بيقولك affirm that make pencils plans to produce plans on producing 500 pencils a week based of their production costs throughout the years.
they figured that it will cost them $1 to make each pencil. The cost of running the equipment for a week was $350 for the whole week. Regardless, the whole rugby fahim halak kaman, regardless of how many pencils they make, what is their fixed cost? بتالي ما فيش أسهل من كده. What is their variable cost? لو أنا حبيت ما فيش ده أسأل. فيش ده أسأل. بس لو سمحت بتهيالي إنها واضحة. The same pencil factory decided to sell its 500 pencils for 1.75 each. What would be the total revenue? Find the profit function for this company and figure out how much profit they obtain from making and selling the 500 pencils. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ يعني لو قلت مستر أدهم، يا ترى مستر أدهم already exist؟ اوكي طيب لو قلت مس اسراء تقدري تقولي لي انت فهمتي ايه ايوه فهمت حاجه لا طيب ما نفكر تاني كده وانت هتحلي ده هوم ورك طب ما تيجي نقرا المساله التانية كمان مره بسرعه بنقول affirm that makes pencils plans on producing 500 pencils a week فهمتي ايه ايه فهمت الشركة يعني بتنتج 500 قلم في الاسبوع اه بتبلان بتفكر انها تعمل كده اوكي تعملي بقى based on their production costs throughout the years they figure out It will cost them $1 to make each pencil. انت فهمتي؟ لا بسرعة. من خلال خبرتهم عرفوا ان القلم يكلف دولار. اوكي. يعتبر أسعار ولا تكلفة ولا مين أعمل بيه إيه ده الرقم ده يفيدني في إيه الوان دولار إن التكلفة هيتكلف وان دولار طب التكلفة دي فيكسد ولا فاريابل فيكسد لا فاريابل ليه لأن كل ألم هيتكلف دولار يعني لو عملوا قلمين يتكلفوا كام؟ 2 دولار ولو عملوا 10 10 دولار يبقى إذن ده معناها ان دي variable cost بتساوي 1 times x اوكي حيث ال x number of pencils صح ولا ايه؟ لما كمل هيقول لك the cost of running the equipment for a week يعني تكلفة إدارة المعدات لمدة أسبوع 350 دولار هو ما سكتش هو راح يقول لك ايه اصل عارف ان ممكن ما يبقاش واضح قدامك فراح مكمل راح يقول لك ده للاسبوع كله بغض النظر regardless of how many pencils they make بغض النظر هم يعملوا كام قلم يبقى 350 دولار دول رايك وضعهم ايه variable cost برضو ولا fixed ولا revenue لا fixed يبقى اذا دي fixed cost يبقى انا دلوقتي على طول يا اسراء لو انت متابعاني تقدري تقولي لي التوتال كوست بكام التوتال كوست هو يعني على حسب على اساس ال 500 بنسل لما يعملوا لا انا قلت لك التوتال كوست على عدد ان هم اكس بنسلز اكس هيبقى 350 اكس هيبقى X plus 350 لأن الواحد مضروب في الـ X بيساوي X
يبقى الـ variable cost اللي هي بX زائد الـ fixed cost اللي هي 350 ده total cost. اركنيها على جنب. لو أنا كملت بيقولك the same pencil factory decided to sell the 500 pencils for 175 each. يبقى الـ 175 دي عبارة عن إيه؟ التكلفة بتاعت الـ بنسل واحد price. ولا بيع القلم، هيبيع القلم ب 175 بجنيه 75 قرش. يبقى ده معناه ان الريفينيو فانكشن هتبقى R بيساوي 1.75X، صح كده؟ طب تقدري تقولي لي البروفيت فانكشن تحسبيها ازاي؟ امسكي قلم، هيبقى 1.75x minus افتحي قوس اكتبي جواه x plus 350 يوم يساوي 0.75x minus 350. يعني صافي ربحك 75 قرش لكل قلم، لازم تشيلي منهم ال 350 اللي انت دفعتيهم خلال الاسبوع. طب لو هم هينتجوا 500 قلم، لو هم فعلا هيبيعوا 500 قلم، حركي بمكسبك بكام ولا هتخسري؟ بكل بساطة هتكتبي 0.75 وتشيل الاكس وتحط 500، يبقى 0.75 times 500 minus 350 بيساوي يديلك البروفيت بتاع ال 500 pencils. معايا؟ لو قريت المسألة اللي بعديها هتلاقيها نفس الوضع بالظبط بس بطعم تاني. تعال بص كده، بيقول a college newspaper the Colgate investigator أو the Colgate investigator has fixed production costs of $70 per edition. كل edition، يعني كل edition من college newspaper دي بتكلفه $70، بيدفع $70 من جيبه علشان يقدر ان هو التكلفة بتاعت النسخة دي. بيقول and the marginal printing and distribution costs of 40 per copy، يعني بيدفع 40 سنت لكل copy تكلفة الطباعة بتاعتها. نعيد تاني، الراجل ده الفيكسد كوست لكل عدد من الأعداد بتاعت المجلة، العدد مش ال... لا يعني أنا هنا ممكن يحصل خطأ في الفهم، يعني العدد، يعني العدد الأول للعدد الثاني، مش ده العدد بتاع البيبرز، لا بتاع النيوز بيبرز، يعني الفيرست اديشن السكند اديشن الإصدار الأول الإصدار، كل إصدار بيطلعه بيكلف $70. كل نسخة من الإصدار ده بتكلفه 40 قرش. حركوا فاهم حاجة في اللي أنا بقوله؟ حركوا فاهميني يا شباب؟ يعني إذن السبعين دول فيكسد كوست، الاربعين تايمز اكس ده كده الفاريابل كوست. بيقول ده كل جت انشايف ايه سيلز فور 50، يبقى الريفينيو فانكشن هيساوي 50 تايمز اكس، يبقى انا جبت الاسوشيتد كوست وجبت الريفينيو، يا ترى البروفيت بيساوي ايه؟ هيساوي ال 50x ماينس ال 40x، واللي يطلع اشيل منه ال 75 دولار. طبعا دول مش 40، دول 0.5 وده 0.4، لان دول 50 سنت وده 40 سنت، مش 50 سنت اللي بيغني، دول 50 سنتس. يعني يبقى 50 سنتس ماينس 40 سنتس يديله 10 سنتس، يبقى كل نيوز بيبر بيطلعها او كل مجلة هيطلعها بيكسب 10 سنتس. ال 10 سنتس دول زائد ال 10 سنتس دول لازم يشيل منهم ال $70 اللي بينتج بيهم، ده البروفيت فانكشن. هنا بيقول لك what profit or loss results from the sale of 500 copies، يا ترى كسبان ولا خسران لو عمل 500 كوبي؟ يبقى أنا بكل بساطة هضرب 0.1 times 500 وشيل منه 70. Number C, how many copies should be sold to break even؟ يبقى أنا هروح جاي أي 0.1x minus 70 equals 0، ودي 70 اليمة التانية وأقسم، هيطلع لك number of units to break even is 700. الرجل ده ما ينفعش ينزل عن 700 نسخة،
لو نزل عن 700 نسخة يبيعهم يبقى بيخسرش. كمل المسألتين اللي بعديهم فكر فيهم لوحدك. شباب أي مشاكل مع أي حد؟ تمام؟ أي استفسار؟ أنتوا مخصميني؟ لا تمام. تمام كله تمام معايا محمود، معايا محمد، معايا محمد يا أحمد. تمام كله دكتور. أمنية أوكي. عمرين ماشي الحال؟ أدهم أنا ما بكلموش، أدهم مش معايا. تمام يا دكتور. أوكي بيرفكت، خلينا نعمل داونلود. أوكي استوب ريكوردينج.